بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بعض النهاردة هنبدأ نستعرض امتحان من أهم الامتحانات اللي وردت في المحافظات، وهو امتحان الدقهلية العام السابق. وهنبدأ نشوف مع بعض كيفية حل الأسئلة، مجموعة متنوعة جدا من الأسئلة وتستحق ان احنا نطلع عليها ونبدأ نشوف كيفية حلها. السؤال الأول بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. عندنا أول حاجة بيقول لي مصطلح بروسيجر اللي هي الإجراءات يشير إلى سمات الكائن. طبعا سمات الكائن ده يعبر عن الخصائص. أفعال تقع على الكائن ده طبعا الإيفنتس أو الأحداث. الأوامر والتعليمات التي يتم تنفيذها، إذن هي دي الإجراءات يا جماعة، أو ده اللي احنا هنختاره، لأن الإجراءات عبارة عن مجموعة الأوامر والتعليمات التي يتم تنفيذها عند وقوع الحدث المرتبط بها. طيب تعال نشوف السؤال الثاني بيقول لي إيه. في الكود label 1.autosize بتساوي true. عندنا طبعا الأداة label بيجي معها الخاصية autosize اللي هو التحجيم التلقائي، فلما بكون أخدة true يبقى التحجيم عندي تلقائي. فعندنا طبعا الكود زي ما احنا عارفين، اول حاجة بكتب الكنترول نيم اللي هي label 1 هنا، والاوتو سايز دي هي البروبرتي او الخاصية، وعندنا ترو هي الفاليو. فبيقول لك جزء label 1 يعبر عن اسم اداة التحكم اللي هو كنترول ايه، كنترول نيم. السؤال رقم 3 بيقول لي ايه، باستخدام نقط نستطيع انتاج تطبيقات مكتبية او تطبيقات الويب. احنا اتفقنا يا جماعة ان احنا بننشئ تطبيقات مكتبية وتطبيقات الويب باستخدام لغة البرمجة الفاجوال بيزك دوت نت. 4 الخصائص التالية جميعها لأداة التحكم تكست بوكس ما عدا الخاصية. طبعا احنا عندنا ماكس لينس الحد الاقصى للحروف المدخلة، وعندنا المالت لاين اللي هو تعدد الأسطر، وعندنا الباسورد شارد الرمز البديل للحروف المدخلة. كل دول يا جماعة خاص بالتكست بوكس، أما الأوتو سايز خاص بالليبل. يبقى عندنا هنا كده الأداة أو الخاصية التي لا تشترك مع التكست بوكس هي الأوتو سايز. رقم 5 أداة التحكم التي تستخدم في إدراج عدة بدائل بحيث يمكن للمستخدم اختيار بديل أو أكثر. عندي طبعا أداة التحكم تشيك بوكس دي اللي بتديني مجموعة من البدائل اللي أنا ممكن من خلالها أختار بديل أو إيه أو أكثر. سؤال رقم 6 المكتبات والمترجمات وبيئة التشغيل هي من أهم العناصر المكونة ليه. طبعا احنا عندنا النت فريم وورك أو إطار عمل الدوت نت بيوفر لي تلات حاجات، بيوفر لي المكتبات اللي بنشئ منها الكائنات، وبيوفر لي المترجمات اللي بتترجم لغة البرمجة إلى لغة الآلة، وبيوفر لي كمان الران تايم أو بيئة التشغيل اللي بشغل فيها تطبيقات الدوت نت. إذن عندنا هنا الاختيار هيكون نت فرام وورك. رقم بقى في السؤال الاول جاي بيقول لي عرف خرائط التدفق مع ذكر اثنين من مميزاتها. تعال نشوف كده ازاي هنعرف خرائط التدفق. كنا بنقول هي تمثيل تخطيطي يعتمد على الرسم باشكال ايه، قياسية، لتوضيح ترتيب العمليات اللازمة لحل مسألة او مشكلة. يبقى ده تعريف خريطة ايه، التدفق او الفلو شارت. طيب لو حبينا نعرض مميزات خرائط التدفق، طبعا احنا اخدنا ثلاثة مميزات. قلنا اول حاجة تيسر قراءة وفهم المشكلة وتوضح للمبرمج ما يجب عمله. يعني ممكن نقول تيسر قراءة وفهم المشكلة وتوضح للمبرمج ما يجب ايه عمله. طيب تاني ميزة من ميزات خرائط التدفق مفيدة في شرح البرنامج للآخرين. طبعا هو عاوز اتنين. طب تعال نشوف كده التالتة كمان، بنقول تساعد خريطة التدفق في توثيق افضل للبرنامج، وخصوصا اذا كان البرنامج ايه، اذا كان البرنامج معقدا. يبقى كده خلصنا السؤال الاول.
السؤال التاني بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. رقم واحد، المشكلة تعني موقف يتطلب إيجاد حل له أو هدف مطلوب الوصول إليه. ده طبعا تعريف إيه؟ تعريف المشكلة، جميل أوي. إنما حل المشكلة هي الوصول إلى الهدف أو الإيه؟ أو النتيجة. رقم اتنين، يمكن تغيير حجم أداة العنوان ليبل يدويا بالماوس إذا كانت أوتو سايز بتساوي ترو. طبعا لو أوتو سايز بتساوي ترو يبقى التحجيم هنا تلقائي، تمام؟ إذا لما يكون يدوي يبقى لازم الأوتو سايز تكون إيه؟ تكون فولس. إذا العبارة رقم اتنين خاطئة. الخاصية فورم بوردر ستايل، طبعا فورم بوردر ستايل اللي هو نمط الحدود الخاص بالنموذج، من خلالها نستطيع تغيير إطار النموذج فورم، طبعا بنقدر نغيره، وهي بتبقى أخدة قيمة افتراضية اسمها سايزابل. سايزابل يعني قابلة للتحجيم، إنما لو اديتها نن يبقى بدون حدود. رقم أربعة، إدراج أدوات التحكم تلقائيا على نافذة النموذج يكون عند الإحداث صفر وصفر. طبعا لو رحت صندوق الأدوات اللي هو التول بوكس وبعدين عملت إدراج لأي أداة بإني بضغط عليها دبل كليك أو ضغطتين، فبيتم إدراج الأداة في الإحداث صفر وصفر للأداة اللي هو الخاصية لوكيشن أو الموقع لوكيشن، بيكون العرض أو البعد العرض صفر والبعد الارتفاع إيه؟ صفر. يبقى رقم أربعة صح. طيب رقم خمسة، كومبو بوكس تستخدم لإظهار قائمة لاختيار عنصر أو أكثر من عنصر. طبعا الكومبو بوكس يا جماعة زي ما احنا عارفين وشرحنا في الدروس قبل كده، وهحط لكم طبعا قوائم التشغيل أسفل الفيديو عشان نبدأ نطلع على الدروس، تمام؟ فإحنا اتفقنا إن الكومبو بوكس ده أداة تحكم بنسميها مربع تحرير وسرد، وهي قائمة تنسدل لاختيار إحدى العناصر. إنما التعريف اللي عندنا ده تعريف الليست بوكس أو قائمة العناصر، يبقى العبارة هنا خاطئة. قائمة ميسودنيم في نافذة الكود تعرض قائمة بأسماء الأدوات الموجودة على نافذة النموذج. احنا اتفقنا طبعا في الفصل الرابع في نافذة الكود عندنا قائمة اسمها كلاس نيم وقائمة اسمها ميسودنيم. قائمة كلاس نيم بتعرض اسماء ادوات التحكم التي تم وضعها على النموذج، اما الميسودنيم بتعرض الاحداث التي يمكن ان تقع على اداة التحكم اللي تم اختيارها في الكلاس في الكلاس نيم. وزي ما اتفقت كده ارجعوا كده لشرح الفصل الرابع اللي هو نافذة الكود، والكلام ده هيكون طبعا موجود في روابط أسفل الفيديو. يبقى هنا العبارة خاطئة لأن المفروض نحط هنا الكلاس الكلاس نيم. رقم بقى في السؤال الثاني جايب لي مفهوم علمي، فبيقول لي خاصية تستخدم لتحديد هل سيتم اختيار عنصر واحد أو أكثر من عناصر او عنصر واحد او اكثر من عنصر من الاداة ليست بوكس. طبعا احنا عندنا في الاداة ليست بوكس يا جماعة في خاصية اسمها اسمها سيليكشن سيليكشن مود، تمام؟ اذا سيليكشن مود بتعمل بتحدد نمط تحديد العناصر داخل الاداة ليست بوكس. طيب نشوف السؤال التاني بيقول لي تتيح للمستخدم اختيار بديل واحد فقط مثل النوع ذكر او انثى. طبعا عندنا يا جماعة اللي هو زر اختيار بديل واحد كنا بنقول عليه كنا بنقول عليه راديو باتون، تمام؟ اذا راديو باتون ده زر اختيار بديل واحد، انما لو عندي اختيار او اكثر يبقى تشيك بوكس او صندوق الاختيار. طيب رقم ثلاثة بقول لي فيها يتم كتابة كل الخطوات التي اتخذت لحل مشكلة ما. احنا بنكتب كل الخطوات اللي تم اتخاذها في المرحلة الأخيرة من مراحل حل المشكلة، وهي مرحلة التوصيل، تمام كده؟ تمام. طيب تعال ندخل على السؤال رقم 3، أكمل ما يأتي بالكلمة المناسبة. طبعا جايب لي أكمل مش جايب لي اختيارات ولا أي حاجة، فبقول لي هي النافذة التي يمكن من خلالها كتابة أوامر وتعليمات البرنامج
الخاصه بلغه الفاجوال بيزك. احنا بنكتب الاوامر والتعليمات فين؟ بنكتبها في نافذه الكود. اكمل الكود التالي لتغيير لون النص الى اللون الاحمر. طبعا لازم يجي لي في الامتحان يا جماعه كود اكتبه او يجيب لي كود وانا افسره. فهو هنا بيقول لي عاوزين نغير لون النص اللي على بطن 1 نخليها باللون الاحمر. احنا اتفقنا ان خاصيه لون النص بتكون فور ايه؟ فور كلر. هنقول له بيساوي، عاوزين نكتب ريد او الاحمر. قلنا اي خاصيه فيها كلر لازم الاول اقول له كلر دوت واحط اللون. يبقى عندنا بطن 1 دوت فور كلر ايكوال كلر دوت ريد. صورة رقم 3 بيقول لي ايه؟ الخاصية نقط تشير إلى اسم الأداة في نافذة الكود. ها دايما كده كنا بنقول عندنا خاصية اسمها تكست، ده النص الظاهر على الأداة، وخاصية نيم. خاصية نيم بتعمل ايه بقى؟ تشير إلى اسم الأداة في نافذة الكود. يبقى عندنا خاصية نيم. لجعل عناصر الأداة ليست بوكس مرتبة، يعني مفروزة أو عمل لها فرز، بنكتب الكود عشان ارتب العناصر ترتيبا ابجديا داخل ليست بوكس بنستخدم خاصيه اسمها سورتد. فلما اجي اكتب الكود اول حاجه بحط اسم اداه التحكم اللي هي ليست بوكس، وبعدين دوت، وبعدين اقول له سورتد، وبعدين اقول له بيساوي ايه. طالما عاوز ارتبها يبقى اقول له بيساوي ترو. يبقى ليست بوكس 1 او ليست بوكس حسب ما هو جايبها دوت سورتد بتساوي ترو. لإظهار العبارة تحضر للأخضر على الأداة ليبل 3 نكتب الكود. طبعا عشان أظهر عبارة على الأداة يبقى هستخدم الخاصية تكست. يبقى هنكتبها ازاي؟ هنقول له ليبل 3 دوت تكست بتساوي تحضر للأخضر، ونحطها بين علامات تنصيص لأنها نص. جميل. طيب تعال نخش بقى على باء في السؤال الثالث، وده خاص بخريطة تدفق، ولازم هيجي لي خريطة في الامتحان ارسمها او اكملها. فبقول لي ارسم خريطة تدفق لخطوات الحل التالية واذكر الغرض من الخريطة. تمام. طيب لو احنا اخدنا كده الخطوات وقلنا عشان اطبق الخطوات كده، فانا بقول له ابدأ. يبقى ابدأ هنا هنعمل شكل ايه؟ شكل بيضاوي، وهنكتب جواه ستارت. هنا ادخل العدد n، يبقى هنستخدم كلمة تعبر عن الادخال ونعمل متوازي اضلاع ونكتب فيه n. يبقى ممكن نستخدم get n او enter n او read n، صح؟ تمام. طيب هنا بقول لي اذا كانت n تقبل القسمة على 2 بدون باقي، يعني لو n دي بتقبل القسمة على 2 بدون باقي، يبقى ده سؤال هيتحط فين؟ هيتحط في معين. ممكن كده اعمل معين واقول له اذا كانت ان تقبل القسمة على 2 بدون ايه؟ بدون باقي، او زي ما موجوده في الكتاب المدرسي عندنا، فبنقول له ان ديفيزابل باي 2، ان تقبل القسمة على 2. تمام. فلو قال لي يس طبيعي هنا بقول لي اذا هنا بمعنى يس، فبيقول لي اطبع العدد زوجي. يبقى عندنا اول مخرج عندي او اول احتمال عندي في متوازي اضلاع، وهيقول لي الرقم ايه؟ الرقم زوجي. طيب في حالة بقى لو قال لي نو، يبقى اكيد هيقول لي الرقم ايه؟ الرقم فردي. طيب عندنا جميع المخرجات او جميع الاحتمالات لازم تتقابل مع بعض وتروح على مين؟ وتروح على ان. لو احنا حبينا نعرف بقى الخريطة ديت الغرض منها ايه يا جماعة، فبنقول ان الغرض منها ادخال عدد وطباعة العدد فردي او العدد ايه؟ او العدد زوجي. يعني بتحدد نوع العدد. يبقى ادخال، يبقى الغرض من الخريطة هي ادخال عدد او عمل برنامج لادخال عدد. تمام. ان العدد عندي هو ان، وطباعة العدد زوجي او العدد ايه؟ او العدد فردي. تمام. يبقى كده استعرضنا مع بعض امتحان محافظة الدقهلية، تمام، للعام السابق. وطبعا زي ما شفنا كده مجموعة جميلة جدا من الأسئلة، وأسئلة متنوعة لمادة الحاسب الآلي للفصل الدراسي الأول. تمام. ويا رب نكون استفدنا جميعا. وما تنساش طبعا في نهاية الفيديو لو عجبك الفيديو اضغط على لايك عشان يبدأ ينتشر لزمايلنا، وشارك الفيديو مع أصدقائك
وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.